دي فنانة يا عم حشمت اسمها الفنانة رندا البحيري. أنت فنانة يا فنانة رندا؟ ده شبهها. أستاذة رندا، اتفضل. إيش أكبر طموح حياتك في الحياة دي؟ أكبر طموح، أنا عايز طموح واحد، طموح واحد فيش غيره. أكبر طموح ليك في إيه هو؟ استاذ لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم حش؟ الله يعزك يا ست البنات، تسلم وتعيش يا سلامتك. رب. الله يسلمك عليه. انا عارفه ان رجلك تعبانه. الله، امال هو اللي احمد نور الدين طلعنا ترند ولا ايه؟ ايه ده ما شاء الله، انت طالع استبارك. ترند. كابتن احمد معانا وعم حشمت معانا. اهلا وسهلا، كيف؟ ده ترند يا عم حمدي، انت مش عارف ولا ايه؟ اهلا يا اهلا يا حاج احمد، اهلا وسهلا. هلا هلا هلا. راجع ورا، راجع ورا عشان يتخن نفسه. وانت اصلا لو قمت دلوقتي تمام؟ لا عادي يا استاذ، اسم انجليزي عادي، فيش مشاكل، بس يعني حدش احسن من حد. من فين يا حاج احمد؟ انا بحاول اكبر، بعرف اكبر، بحاول اكبر. انت من فين؟ انت لهجتك مصريه، لهجتك مصريه. انا من سوهاج. يعني انت عايش في مصر ولا في سوهاج؟ لا، عايش في دبي. عايش في دبي. طب عارف ممشي اهل مصر الجديد؟ بصراحه لا. لا، اول ما تنزل مصر اسال على ممشي اهل مصر، هتلاقي اشهر كافيه هناك، اشهر كافيه ده بتاعنا، كافيه العم حشمه، مشهور جدا في ممشى مصر. حبيبي تشرفت بيك والله. لازم تجي تشرفني، اعزمك على عصير كوكتيل لازم. حبيبي لازم انزل في العيد مصر، لازم نجي لك. ما الفنانه رندا البحيري، انت فنانه يا فنانه رندا؟ لا شبهها. خلي بالك ده مشهور قوي. بس ثواني، عشان انا من ساعه لي سنين مفرق الشاشه العربيه، شغال في الشاشه التليفونيه. يا مرحبا يا فنانه والله، يا مرحبا. بيطلع في التلفزيون. ايوه، لا كل الناس كتبت لي فنان. بصي الحلوه بقت طعمه، بقت طعمه، شكلك جديد. عامله ايه يا روح قلبي؟ عامله ايه يا بسبوستي؟ وحشتيني. وانت والمصحف وحشتيني قوي. انت كويسه؟ انا كويسه، طب ما انت كويسه طبعا. انا اعرفك على كابتن احمد حمدي. هاي يا عمو. هاي يا عمو، ازيك يا خير يا عمو؟ وعمو دوت اسمه ايه؟ احنا اتنين عمو، مش عمو واحد. حمدي؟ لا، هي صغنونة، هي صغنونة، بس هي يعني الكاميرا بتاعتك صغنونة. عمو حشمت بجد خالص والله. ارحب يا بسبوسة. منور يا عمو، عامل ايه؟ ارحب يا فنانة رندا. عندها امتحانات اليومين دول. انا عامله لحمه دفولو، عامله لك فولو، بحب فيديوهات ايه لايفاتك قوي. عملت لك فولو باك يا جميله. تسلم لي يا عمو. على فكره انا عندي 19 سنه. العمر ليك، العمر ليك، من ورا الدنيا. تسلم لي يا عمو، ربنا يخليك. 19 ما شاء الله، العمر كله والله. الله، انا اكبر منك بثلاث سنين، انا عندي 21. العمر كله ليك طبعا. خليك يا عمو، تسلم. قول لي يا رمزي، صحيح انت كنت بتاخد سندوتشات معاك وانت رايح مدرسه ولا لا؟ ايه ده؟ سندوتشات؟ اه. ما هذا يا رندا؟ ليه بتفكرني بالقديم استاذ احمد؟ انا نسيت. سندوتشات حلاوه وطحنيه وكده. لا، نسيت القديم استاذ احمد، انا دلوقتي بقول لك فاتح كافيه في ممشى اهل مصر، تقول لي ما شاء الله ما شاء الله. بس ايه رايك في بسكوت المدرسه ده، كان حلو؟ انت ما حصلتش الكلام ده استاذ احمد جد؟ حصلته، انا عارفه ازاي. لا لا لا، لو سنك عدى ال 30 تبقى حصلت الكلام ده، سنك ما عداش 30 يبقى ما حصلتش الكلام اللي انا احكوه لك. طب قول الكلام، انا 32 عامه. عارف ايام زمان سواء قاهرة او صعيد لا يمكن تتعوض. في ناس كبيرة، في اخلاق، في قيم، في ادب، في احترام. التلميذ على ايامي انا في خمسة ابتدائي، على ايامي انا عندي كام استاذ احمد؟ عندي 45 سنة، ويمكن العمر ليك يا رب، العمر ليك حبيبي. التلميذ على ايام انا في مصر وفي الصعيد، مجرد ما كان يشوف المدرس جاي في الشارع، ماشي في الشارع، كان يخش لو ما اخذ يتنفض ويطير يتدسى جوه البيت. يعني المدرس مع التلميذ بيكون في اعدادي، ويا ريت سجاير فاضيه. لا، شغالين الجماعه مع بعض عادي يعني. سيبها بسبوسه، احنا كده هنفتح عينها على حاجات انجربنجيه. لا خليها كده احلى. لا 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 لا، وقتكم دلوقتي انتوا يا شباب، وقت غير الوقت بتاعنا محمد. بسبوسه شخصيه حلوه قوي، ده في كده؟ اه لا لا، هي حقيقيه، هي حقيقيه كده بجد.
انا حاسس ان تون صوتها مش بتتكلم. لا انا اتشرفت فيكم كلكم وتشرفت بعم احمد. انا اتفق معاك، خلي بالك انا احب اعمل محتوى. ايه المحتوى اللي ممكن نقدمه دلوقتي يا رمز؟ قول لي للناس اللي هو ما احنا لازم عشان ما نتكلمش معاهم نعمل محتوى. نعمل لهم محتوى احنا الاربعه، نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم محتوى. اه لازم ما نسكت. احتمال الفكر يختلف احتمال. طب انا عايزك تسال سؤال لبسبوسه، انا عايز الجيلين دول يتكلموا مع بعض. حلو. يعني انا اتكلم مع البسبوسه. انا اتكلم مع الفنانه رندا. ليه؟ لاني بعد احترام البسبوسه جايز فكر رندا شويه يعني ممكن يكون مقارب للسن بتاعي. السن اوكي. بسبوسه ما تخافيش، انت في الامان، انا في ظهرك. في الامان يا بسبوسه. استاذه رندا، ايش اكبر طموح حياتك في الحياه دي؟ اكبر طموح، انا عايز طموح واحد، طموح واحد فيش غيره. اكبر طموح حبيبي لما انا عملت لك كده عشان انت جاوبتي الاجابه في مكانها. حبيبي بس قلت لك يا استاذ احمد 20 بس هي شكلي 25. ماشي يا فنانة، انت 25 بس يا استاذ احمد قاريه فكر 45. ايه خلي بالك، خليك صاحي. بسبوسه انت خايفه ليه يا بسبوسه؟ مش خايفه والله. بسبوسه انت صوتك، انت عارفه تغني يا بسبوسه؟ لا. يا لهوي. اكيد. ماشي، ايوه اكيد. اوكي قولي لي يا بسبوسه. ما بتخافيش من الضلمه؟ لا. قلبك جامد يعني. طب ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ اكتر حاجه اخاف منها؟ انت لسه بتدور. مش عارفه. بدور معاك. اكتر حاجه اخاف منها؟ اول حاجه اخاف طبعا من ربنا اول حاجه يعني. حلو. تاني حاجه اخاف من بابا وماما برضو. حلو. نعم. بس مشكلة ان انا حاسس انك بتتكلم بالبطيء يا رندا. انا باظ الدنيا مره ثانيه بتتكلم بالبطيء قوي. عسل ما شاء الله. لا هي طريقتها كده، هي طريقتها والله. انا بتكلم كده والله. ايوه لذيذه. لا لذيذه والله، حبيت كده. يا بسبوسه يسعد قلبك يا رب. شكرا. انصحي نصيحه لرندا. نصيحه لرندا؟ مثلا زي ايه؟ دي بتتغشش منك، بتقولك زي ايه؟ قولي لها. اموت موتيني ناقصة عمر. قالت لك مثلا زي ايه؟ بعدين يا اخواتي بصي، حاولي تحبي نفسك. واو حلو قوي. خليكي رايقة خالص، ما تشغليش بالك بأي حاجة تزعلك. أنا انبهرت. طموحة؟ إيه؟ طموحة. اوكي. اتفق لي خير وبعد الصبر قبل. ايه الكلام ده؟ انت مين؟ انت عندك كام سنة؟ 19. ما شاء الله، ده جينيريشن جديد جامد جدا والله. والله الجيل الجديد ده قوي. اللهم صل على النبي. ايه رأيك في الكلام ده؟ ده كلام جامد. انا عجبتني قوي. شكرا. انا متاكد. ايه اللي علق يا ديدي؟ مش فاهم. انا متاكد ان الجيل كليه مختلف في كل حاجه، في فكر وغيره. غريبه والله، ما شاء الله عندها وعي، وعيها مرتفع والله. سلمولي. استاذ احمد قول. يا برافو عليك. بص للجيل ده شو عدله يا روحي. الله سكيو. الله ما شاء الله، ربنا يخليه لك. عامل ايه يا ريس؟ ايه الاخبار حبيبي؟ نور الدنيا. ما شاء الله. فكرك اذا ادانا عمر ربنا، لو ما اخذت سكرين شوت من غير مقصد. ما علي، خليها نحتفظ بها للذكريات. والله اخذت سكرين شوت من غير مقصد. استاذ احمد رز. على فكره نعم. على فكره رجلي تعبانه اليومين دول يا احمد. الف سلام عليكي. هو استاذ رندا. الف سلام عليكي. انا متابعاك خلي بالك. لا بس لو حكينا القصه للاستاذ احمد ممكن ما يصدقش. ايه اللي شفتك النهارده الصبح؟ ايوه تخيل يا استاذ احمد،
امبارح كان سوق يعني اكرمكم الله جميعا سوق مواشي يعني الاضاحي وكده. تمام. ورايح اشتري يعني اشتري الحاجه بتاعت ربنا عدل وكده يعني. فالمهم عملت نفسي طبعا انا مستر احمد ودخلت وسط العجول ويا بوحة بوحة الصباح. عمل نفسي بوحة الصباح. عملت نفسي بوحة الصباح ويا احمد يا ريت اتبطحت يا ريت نطحت. شكرا. هو لو نطحني كان هو تعور انما عفص علي. عفص علي عفصه يا احمد. يعني عفص علي. عفص علي وبعد كده ايه مش عجل بيبي ولا نونو لا ده فوق ال 600 كيلو ما شاء الله لا حول لسع رجلك والناس هتضحك انا بصرخ وبطلع اصوات من لو ماخذه من جميع مكان والناس هتضحك مش يشيلوا مني العجل الف سلام عليك والله الحمد لله سبحان الله كويس ان وقع عليه عجل ده خير ده ده خير ده خلي بالك سن العشاء اللي ورتهولك يوصل للثلاثين ايه مستوى الفكر حيكون وايه مستوى الدنيا كوجهة نظرك يعني لو قلت تاني كده معلش بعد اذنك سن العشرة سن العشرة ده اللي انا ورتهولك يعني ادم عشرة اعتبره كمان ربنا يدينا العمر يعني 20 سنة فكرك هل الدنيا حتتغير طبعا انا متأكد ان الجداد دول بص بص يا بص لو انت ربيت ابنك بص ابنك ده نسخة منك حلو اوعى تطلعه شبهك طلعه هو لو طلعته شبهك هيطلع انت وهو واحد مفيش جديد تمام اما لو طلعته هو هيطلع هو اصلا جيناتك الجديده هو نسخه منك جديده لو طلعته هو بشخصيته هو يبقى هو من دمك بس نوع جديد منك فاهم حاجه نسخه جديده فاحنا مشكلتنا ان احنا اتربينا والله برضو ان احنا نربي اولادنا يبقى هم احنا فيطلع هو هو انا لا انت ربيه انت في الاخلاق في الاحترام في الادب في القيم ولكن تربيه هو يحب ايه خليه يعمل اللي يحبه خليه يعمل اللي يكون هو عايزه ما تخلوش يعمل اللي انت عايزه عشان ما يطلعش نسخه منك ما يبقاش في جديد اما لو احنا اتربينا ان احنا نخلي اولادنا يعملوا اللي هم عايزينه صدقني يبقى في نسخه جديده مننا مش عارف تتفق مع كلامي ده ولا لا بس ده اللي انا لا طبعا متفقين كلام جميل بجد كلام جميل ايوه بس بصه في عالم موازي عايزه تاكل تقريبا لا والله معاكم عادي دلوقتي نتصل على سبحة كابر يجيب اجمل وجبه البسبوسه لسه واكله عايزك اعملهم كده بس هو ده انت خلاص بقى التيم بتاعتها بسبوسه قول لي ما شاء الله خمس اجزاء ورابع حافظ خمس اجزاء ما شاء الله ربنا يزيدك رابع ابتدائي ورايح خمسه اجزاء حافظ خمس اجزاء خمس اجزاء من القران حافظ خمس اجزاء من القران هم الثلاثه ما شاء الله كل واحد فيهم حافظ كل ما ارتفع السن هو طول ما هو مع ربنا اطمن عليه المهم يا استاذ احمد نرجع لموضوعنا على طول وجي يا حبيبي نرجع لموضوع العجل عشان العيد ودي عفص على رجلي بس اقول لك انا استعملت مخ يا استاذ احمد كتفي انا يعني كتفي انا عريض كتفي انا عريض مليان يعني واخد بالك انت العضلات حصل يتضارب كتفي زي كده في بطن العجل رفعت العجل على كتفي ورميته بعيد عني احلف بالله رندا علقت الاستاذ رندا علقت ليه علقت يا بسبوسه يا حجه بسبوسه ضحكتك دي يا حجه بسبوسه شكرا يا شيرين شكرا يا محمد رندا علقت يا احمد انا علقت الاستاذ رندا علقت مش سامعيني حب كبير يا جماعه سامعين الصوت بس الصوره ثبتت بيهزر خلاص كنت معلقه ورجعت تاني ما تركزي يا رندا ايوه ركزي بيضحك لا 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 والله ما بضحك بسبوسه 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 يلا يا بسبوسه عايزك عايزك تحط لهم الفلتر ده يلا حط لهم الفلتر ده عارف اعملي زي يلا اعملي زي يا مناخير استنى هو فين بسرعه بسرعه يلا اعملهم كده ايه ده كمان نعم بالله حشمه عم حشمه في الحياه لو انت صحيت من النوم عايز تنبسط هتنبسط اللي انت اللي انت من الاخر كده تظن خير في اليوم هيبقى خير ظنيت شؤم هتشوف كل حاجه شؤم فتفائلوا خير والله هتلاقوه صدقوني والله ده حقيقي انا مبسوط والله ان انا قعدت معاكم واتعرفت على بسبوسه وعم حشمه والله شكرا يا رندا والله انا مبسوط والله قعدت معاكم وتعرفت عليكم كلكم انا كمان دي جت على فكره بالقدر كده عم حشمه بعت لي بسبوسه انت عارف انتوا ثلاثه بعت يعني بعتنا في نفس اللحظه فبقينا اربعه سبحان الله في ثانيه
سبحان الله، والله نصيب، مفيش حاجة صدفة، انت دايما في المكان المناسب والوقت المناسب. ما حدش بارك لي يا احمد ليه على الهدية الجديدة؟ اللهم صل على النبي مروحة. الله اكبر ما شاء الله، جميلة قوي. وايه وكفر اللمبة، مروحة ولمبة صغيرين اهو، شفت؟ ده اعلان ده، خلي بالكم عم حشمت بيعمل اعلان، فيفتح مصنع مراوح، هيفتح مصنع مراوح وده اعلان، انا عارف هو فاهم، انت انا عارف الحركات دي. كل واحدة عمه كده، تاني واحدة عمه كمان كده، عمه يا لهوي، انا بقيت عايز ابقى عمه. بقول لك يا عم، ممكن بعد ما نخلص الجولة دي نلعب جولة ثنائي؟ عادي يا عم، يزيدنا الشرف. بس يمكن احمد عايز يلعب معاك يمكن. لا 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 لا، اسيبكم تنبسطوا مع لا بعض. احمد اصلا بيحب يتمشى، بيحب يتمشى، ما بيحبش يلعب. ما فيش مشاكل، خلي ثنائي والرباعي عادي براحتكم. عم احمد ايه؟ ما انا قلت لك انت قلت ايه؟ بتتكلم عن محشمت. طب بصي اسيبك مع عم حشمه، استناكي ماشي؟ ماشي يلا ماشي. لا سيبها سيبها سيبها، يلا يلا انزلوا كلكم سيبوا لي بسبوسه. سلام سلام، تعال تعال تعال، سلام. انا بحبك قوي، وحشتيني. وانت كمان اخبارك ايه؟ انا كويسه. طب ما انت كويسه يا عيوني. اصل احمد ما بيحبش يطول في جست واحد كتير، يعني أيوة. بيحب يقعد 5 دقايق بالكثير ويمشي. هو بيقعد يكلم مع الفولورز كتير وبعدين يروح يكلم معهم تاني. واكثر اكتر مرة في حياته طول النهاردة. والله اه والله. المهم انت عاملة ايه وازاي اخبارك وازاي احوالك؟ والله انا كويسة الحمد لله، في نعمة كبيرة من عند ربنا والله. دايما دايما بصي بيسألوني ده صوتك بجد ولا لا، صوتها مصحف يا جماعة، صوتي. صوتها وطريقتها. امال لو عايزه بقى نفسي اعمل ايه؟